بين المدينة المنورة ومكة المكرمة كتبت قصة صوت عذب وقراءة خاشعة، وإمام للحرمين شنف الآذان بتلاوات عاطرة فنال انتشارا واسعا. إنه الشيخ الدكتور ماهر ابن حمد المعيقلي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مطلع العام 1969 ولد الشيخ ماهر المعيقلي في المدينة المنورة، ونشأ في رحاب طيبة الطيبة، حيث تلقى علومه الأولية فيها بالمدارس الحكومية. ولما اتسم به من حب للعلم والمعرفة تلقى الشيخ الدروس العلمية مستفيدا من وجوده قرب المسجد النبوي الذي يزخر بالعلماء الأفذاذ وفيه يلتقي طلاب العلم. حفظ الشيخ ماهر المعيقلي القرآن الكريم في رحاب المسجد النبوي، وأخذ الإسناد برواية حفص عن عاصم من مشائخ الإقراء الذين عززوا صوته الجميل بالترتيل المجود الحسن، فبات اسما على مسمى، اسمه ماهر، وهو بالتلاوة ماهر. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. درس الشيخ ماهر المعيقلي تخصص الرياضيات في كلية المعلمين في المدينة المنورة، وبعد تخرجه عمل معلما ثم أصبح موجها طلابيا في مدارس التعليم بمكة المكرمة، وخلالها تمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات من جامعة الملك عبد العزيز عام 1991. عرف عن الشيخ المعيقلي شغفه بالعلم الشرعي، فالتحق بدروس كبار العلماء في المسجد الحرام، وأخذ منهم مختلف العلوم الشرعية والقرآنية، مما شجعه على مواصلة الدراسات العليا بالعلوم الشرعية، فتقدم لجامعة أم القرى لدراسة الماجستير بالفقه، فنالها بدرجة امتياز. أكمل الشيخ ماهر المعيقلي دراساته العليا في الفقه فنال درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، التي عمل بها كأستاذ بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة، فبات قارئاً فقيهاً وأستاذاً جامعياً يشار له بالبنان. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
تولى الشيخ ماهر المعيقلي الإمامة والخطابة في أحد جوامع مكة المكرمة لأعوام عديدة، وعرفه المكيون باكراً بصوته الروحاني وتراتيله الخاشعة من عام 1998 حتى انتقاله لمرحلة جديدة من حياته وصلاته. صدر التوجيه بالموافقة على تكليفه بالمشاركة في إمامة المصلين بصلاة التراويح والقيام بالمسجد النبوي الشريف عامي 2005 و2006، ثم كلف في عام 2007 بالمشاركة بالصلاة خلال شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، ليصدر أمر يقضي بتعيينه رسمياً إماماً وخطيباً للمسجد الحرام في ذلك العام، مشكلاً إضافة سمعية وفقهية لمحراب ومنبر الحرم المكي الشريف. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سجل الشيخ ماهر المعيقلي مصحفا مرتلا لصالح التلفزيون والإذاعة بالمملكة العربية السعودية، ليكون من أوائل من سجل بآن واحد مصحفا مرتلا للإذاعة والتلفزيون، فبثت تسجيلاته على الإذاعات المختلفة والقنوات المتعددة التي سعت لاستقطاب الأصوات العذبة في تلاوة القرآن الكريم. خلال صلاته في الحرمين الشريفين عرف الناس من أنحاء العالم صوتا نديا يتلو آيات الذكر الحكيم بعذوبة وتجويد، فسجلت تلاواته أثناء الصلوات ولاقت انتشاراً واسعاً في المجتمعات الإسلامية المختلفة التي أضافت لسجلات ذاكرتها القرآنية اسماً ترنم بالقرآن الكريم، وحفظت نبرته آذان لطالما أحبت الحناجر الماهرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لموقع الشيخ ماهر المعيقلي بإمامة المسجد الحرام والخطابة فيه مكانة عالية في نفوس المسلمين وتأثير بالغ، إضافة لما حباه الله من علم شرعي خاطب به العقول وأثر بالنفوس، وطاف عددا من الدول الإسلامية لتعزيز روابط الأخوة والمحبة ونشر سماحة الإسلام. شارك الشيخ ماهر المعيقلي في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية التي عكست قيمته العلمية الرفيعة ومكانته الدينية الشامخة، مواصلاً عطاءه المتدفق في مناشط وميادين عدة، فكان أنموذجاً للتفاني في طلب العلم ومواصلة اقتناص الفرص والاستفادة من قرب العلماء الذين طالما زخرت بهم مكة المكرمة والمدينة المنورة
بالحرمين الشريفين والجامعات العلمية المرموقة، فخرجت للناس شخصية عالم فقيه وصوت عذب وقارئ مجود. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟